اختصاصنا هين احجار كريمه، خواتم، مسابيح، تراثيات، نحاسيات. طبعا الاحجار تنقسم قسمين، بي منها احجار طبيعيه ثمينه، مثلا الحجار الطبيعيه عندك الياقوت الفرنسي، عندك اللازورد، العقيق شرف شمس، بي الفيروز، وبي من احجار صناعيه مثل الزيركون. أنا صار لي بيها يعني تقريبا شي 20 سنة. موضوع أول شيء كان هواية، عودين اتطور صار باب رزق. بالنسبة للأحجار الكريمة اليوم صفى بيها ندرة، يعني نلاقي صعوبة كثير انه نجمعها ونقتنيها، ومع الظروف هذه نحن متمسكين بالشغلة هذه لانه هي من تراث الفرات. اليوم شعب الفرات عريق بالخاتم والمسبحة والدلال.